اللي خصو يتقال هو انه كاين واحد التنسيق ما بين هذه المشاريع، كاين واحد التفعيل، مشروع كيفعل مشروع اللي بهدف الزياده في سرعه التنميه وفي دقه انعكاسات في الميدان الايجابي لانعكاسات الايجابيه لكل مشروع. فاذا المبادره هو عمل علمي، عمل عصري، عمل حداثي من طرف جميع دول العالم، واللي يمكن نسميه المشروع ديال الذكاء الترابي والذكاء الاقتصادي الترابي اللي كتعمل على اساسه الدول الغربيه والدول المتقدمه جدا. فهذه المبادره اللي هي دقيقه جدا قصيره جدا اللي خاص كل المغاربه يقراوها، هي اللي مكنت الجهه الشرقيه بواحد الوقت وجيز جدا للوصول الى هذا المستوى من التنميه في الوقت اللي قبل ما تنطلق المبادره كانت الجهه الشرقيه في واحد الوضعيه ديال يمكن نسميوه الديكروشاج ايكونومي، كيفاش نسميوه بالعربيه الديكروشاج ايكونومي، تراجع اقتصادي ولا